ايه ده؟ حرامي؟ زول سرق تلفون زول حرامي؟ محل القانون، لكن الزول الحرامي السرق الخزنه بتاع الدوله ده ما ابن حرام، جوع الناس. الدواء ما في، ابسط حاجه من النظافه بتاع الكلى، ده المفروض يكون متوفر. تمام؟ لا لا، ما في فرصه، ندرشك بس، ما في طريقه. ما تجي تقول لي حركات مسلحه والله، وهمتي انت ماسك في هيمتي ليه؟ هيمتي ده تعال انتوا سووا حركه بقادي ونحن نسوي شفته بسلاحنا بس، ما ادري الحركه هذه. انتوا قولوا هوب ونحن هوب بسلاحنا بس نبله هيمتي في النص. هيمتي موضوع هين، انتوا كم؟ لكن لا، شفت الخيانه والخباصه والخطاطه؟ عشان كده اسف هيمتي فاهم الليب طبعا. ساطي الحاج خدتها له بالنظيفه. هيمتي قال الناس ده يبلوني، الناس عندهم التحت ده طرقوه، والله الناس دي الجنجبيت دي الاولاد حرام جنة من اغتصابات. فترو ذاته، فترو من نسوان بتاع دارفور قالوا نحن خلاص جنينا منهم كذا، ان ندخ نسوان الشماليه، والله جد ما ده كلامي انا؟ انت بتتكلم كيف؟ والله قالوا نحن الدارفوريات ده جنينا منهم وفترنا منهم. اي خلاص 18 سنه كفايه والله، اضطهدناهم كثير. الندوخ كمان بتاع الشمالية ده شوية، والله العظيم ما تتسلح ولا ما قدر تنصف الحق، والله تنبلى، واقسم بالله من تبع اخوي واخوك ما يمرق، اخد تالك تاخ. فعشان عشان 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 انتوا يا شمالين لو دارين البلد دي تمشي قدام وندرش همتي وندرش العفن ده، اول حاجه تفكروا باستقرار الضباط في القوات المسلحه، يعملوا انقلاب عسكري ضد ابان كروش ده، نقتلهم، تعرف نقتلهم بالقانون. يعني مش عزور يقول لك والله يا احمد ده زور قال نقتله بالقانون، بالقانون ما في قتل، بالقانون بقول لك القصاص بالقانون. جريمه 130 رميه بالرصاص العسكري والبشنقو بشنقو صدام شنقو. طيب الا هنا مفتوح انبار يا خاشر يا جماعه، هو لوك 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 ساكت ده ما بنفع. انا ما اي طبرني انا شمالي، انا ما فاهم الكنتة يا صاحبي، لكن انت الا يحصل لك اللي حصل لنا ده عشان بعدك تجي تتفق معي. داري اني انفصل، انفصل ما تنفصل، انا سببتك التحيه يا ناس كردفان. انا والله انا ما انا ناس كردفان ديل، بس يعني الكلام اللي قالوا ده ذاته نوع من الجلد، يوروا انه الشغله دي انبشكت، عارفوا انبشكت كلام كمثيل اران انبشكت انبشكت. طيب الو، مرحبا. طيب حبابك 100 100، ارفع صوتك 100 100 يا زول، يتكلم لغه سودانيه زول، بس شغل بتاع السودان. وانا اسقاد، لا لا ده ليبيا زول، الرقم ده ليبيا زول، يا اخي من ليبيا، وانا ضرب لك من ليبيا، بس ما تتكلم لي ليبيا زول، ما هذا ما ليبي، لكن لا لا ليبي يا اخوي. انت زعلان ولا شنو؟ تحياتنا، تسلم. يلا حق ماري جايين هنا شنو؟ يلا عليه دقش، ليتس جو. طيب طيب طيب، نخش هنا في الموضوع. انا والله زي ما قالوا هيمتي انبشكت، يا هذا انبشكت، قال ده يخسروا من كردفان. اعملوا حكم كونفدرالي. أيوة. حكم الكونفدرالي اي اقليم يحكم نفسه بنفسه. نعم تمام. ابد برضه وابد كخيار اخير، فصلوها عديد ناس الشمال مش كونوا دولتكم. أيوة. ناس كردفان احنا بدنا نكون دولتنا، اقول لكم بالواضح. أيوة. احنا كردفان بدنا نكون دولتنا دي من سنتين بنقفلها، نرجع لحدود 6 سنه 1916 بنقفلها، عندنا مملكه اسمها مملكه المسبعات، بنرجعها، رجع مملكتنا مملكه المسبعات. أيوة. نياله تشمل نياله وتشمل شرق دارفور تمام، وجزء من شمال دارفور تمام، جبال النوبة دي بنشيلها برا، ما دايرين لنا يا زلمة، نقفل دولتنا دي هنا جوا، هنا كلها ما عندنا ولا زول بيتكلم تاني بطالة، كلنا بنتكلم عربية وتقبلين نفسنا، نسويها ضب منكم ما يدخل، والله ما ضب منكم ما يدخل، عندنا البترول والصمغ العربي وعندنا الثروة الحيوانية وعندنا الثروة الزراعية، والناس متقبلين مع بعضنا البعض، ولا ما عندنا مشكلة. يا حاج موسى تسلم كثير والله، ونعيش يا اخواننا تمام؟ ما دارين اي زول، لا من دارفور لا بتاع، ما في زول يجي نقفل ابوها ولا زول، الناس اللي في دارفور في غرب دارفور من احنا العطاوة اسمه الجينات وغيرها من القبائل العربية يجون حطابهم، والله الارض واسعة بنشيلهم فوق راسنا تمام؟ ما بس جلد صح ولا ما جلد؟ ها؟ عشان ما في واحد من الشمال يجي لوك 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 زي عمك ذاك، جغم زي الجغم ذاته.
جغم تقيل طبعا صح. قال لي يا زول دايرين نفس دولتنا قال لي عشان ما في واحد يجي ينطلي مع ايام ده قاعدين شفت الشكشكه كتير في الميديا يقولوا ان احنا قال دايرين نفسنا من كردفان شمال كردفان قال الناس اللي هناك المستعربين دي اللي لموا معانا دي كمان قالوا لا دي النشطاء طبعا النشطاء دي طبعا عندهم ناسهم عندهم تفاصيلهم وجماعتهم قالوا لا لا ما دايرين دايرين دوله بنام وما ببقى لكن بس الورجه دي كويسه ذاته كل ما يكون في ورجه زي دي كويس جدا هو ده كلام ساكت لكن ورجه زي دي كويسه لانه الناس دي يعرفوا ساطع الحاج خطارين بالتيخه مقفوله كويس جقم لحميتي عشان كده سخنت معاهم عموما انا مفتوح عشان كده اصلي كده بعد ده الرؤيه بتاعت الطاهر وضحت قبل اليوم انا جغمت ناس الشمال المجرمين طوالي هنا شنو الطاهر قام رجع قال والله ناس الشماليه ليه حق اي يخرر مصيرهم وياك وياك ودير قمام وبحاملين بدافعين الليله جغم الشماليين وجغم اي اسمه عشان كده الزول ما عنده مبدا ده كل مره ببرجغ مره بقى جنجويت ومره دار ننفصل ومره مع الشماليين ومره من كده ومره قال لكم كده ولا لا احمد ده قال انا مبدئي ثابت واقف في محلي لازم يتم ضبيح الناس اللي ضبهونا ديل يتم ضبحهم بالقانون بس مش بالقانون ما في ضبح بالقانون طبعا طيب الواصابات مفتوحه يا جماعه الاثنين واصاب مفتوح هيا يا جماعه دايرين مشاركه ثانيه تموا الف يا جماعه الناس عملوا لنا شير 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 يا جماعه شاركم ضيف تموا الف تموا الكلب ده يا جماعه الناس الجونة جداد يا جماعه شيروا 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 جدوا جدوا في كل الجروبات طق 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 سري سري خليه يقفل الف الدعوه مفتوحه طيب الدعوه مفتوحه بعبر الصفحه وعبر الواتسابات في زول عنده تليفونين في زول عنده تلفون اللي يمرق من الصفحة عشان كده ممكن نفتح الصفحة هنا برضو إذا الصفحة بقبل هنا ممكن نفتح الصفحة هنا في زول ممكن يكتب لي دعوة هنا في الصفحة واصاب مفتوح تموها 920 تموها الالف يا جماعه نجيب واحد ثاني نجغم عليكم يا جماعه علي ابو بكر حامد اطلع من اللايف وخش من جديد اطلع من اللايف وخش من جديد ابو بكر ابراهيم اطلع من اللايف وخش من جديد اي زول قعد 10 دقيقه في اللايف الكاميرا شنو بتكون هنا مع السلامة ما بيكون عندي هنا كاميرا نجرب هنا يمكن ربما يمكن يفتح معي هنا الكاميرا من الساعة 9:10 بالليل مرات في واحد بشير لي في صفحته والناس بيكتبوا انا زادي بكون مرات مشاهد واحد يكتب لك دعوة 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 واصاب مفتوح يا جماعة اللايف ما ينزل اللايف ما ينزل شيروا جدو الصفحة ما بقبل يا جماعة إلا واصاب الصفحة ما بتقبل الصفحة يا جماعة إلا واصاب بس ابقى مانج انا منتظر يا جماعه الواتساب انا خلاص وصلت لنهايات اللايف لانه اللايف لما يكون قصير ونشيط وعنده ادله كده بيكون خير الكلام مع دله وقله الصفحه هنا ما بتقبل يا جماعه اجوا لي واتساب
الصفحه يا جماعه ما بتقبل، ما بتقبل ابدا. انا بدي دعوه لكن الصفحه ما بتقبل، انا ما اعرف الحاصل شنو كذا. نشيل ال ضرفت الدعوه كذا، نشوف الدعوه هنا، نشوف الزول ده ما بتظبط. الله معي قال لي واحد نزل الرقم، الرقم يقول قديم والجديد، قديم والجديد. طيب تحياتنا يا جماعة، تحياتنا تحياتنا، أنا منتظر الواتساب.